حرصا على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك، جاء أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في الشهر الفضيل. ووجه سموه وزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات قبل شهر رمضان المبارك. إلى ذلك أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن الوزارة باشرت بالعمل على تنفيذ أمر سموه. تنفيذا لأمر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باشرت الوزارة على الفور بتنفيذ أمر سموه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وسوف يتم تحويل كافة المبالغ على الحسابات المصرفية للمستحقين من الضمان الاجتماعي ومخصصات الإعاقة قبل حلول شهر رمضان الكريم. وبهذه المناسبة نثمن توجيهات سموه التي تعكس الحرص الحكومي الدائم على توفير كافة المقومات التي تساهم في التعزيز الفاعل لمجالات التنمية الاجتماعية لضمان النهوض بحياة الأفراد والأسر البحرينية من أجل استدامة استقرارهم الأسري والمجتمعي، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه على مواصلة تعزيز جودة حياة المواطنين في إطار تأمين منظومة الحياة الاجتماعية.